إلى بلدية الكويت إلى الأخ المنفوحي، جهزونا باكر وزير المواصلات، مدير عام البلدية، وكيل وزارة الداخلية، وكيل أعطونا مدير عام البلدية. في شمال السلبخات البلدية وقعت عقد لأعمال النظافة، صح؟ صح. لكن إن يتحول عمال بالبلدية والنظافة إلى تجار مستعمل، خبر كانوا الإيرانيين يطقون الباب، عندكم شيء قديم يأخذونه، ثلاجة، غسالة، حديد، شيء ما نبي يأخذونه بوانيتهم. الآن بني بنغال اللي بشركات النظافة ببلدية الكويت وهم يقومون بهذه العملية والتجارة بدل ما ينظفون. يا مدير عام البلدية اللي لك التقدير واحترام، تحولوا البعض منهم إلى تجار أثاث مستعمل. شوفوا التقرير ومشكور يا مدير عام. عطني التقرير. هذه سيارة البلدية، يشيلون العمال طبعا، يشيلون الأشياء اللي يبونها بس اللي ممكن يبيعونها ويستفيدون منها. شوف تشينكو وشغلات حديد، الشغلات اللي تنباع، قنفات قديمة، ويرتبونها على أساس بعدين يروحون يبيعونها. سيارة البلدية شوف كل يوم هذا شغلهم، الساعة 9:30 الصبح يمرون هنا بين البيوت شمال غرب سلبخات. قاعدين شوف شوف هذا شغل ينظف بس، شو يجمع الأشياء اللي تعجبها يحطها بشيس ويخشها، تاي يروح يبيعها ولا كذا ما أدري. شمال غرب سلبخات قطعة واحد. تجار مستعمل بدال ما ينظفون ينقون، يودون الجليب إلى مخازنهم ومن مخازنهم إلى سوق اليمعة ويبيعون، أو سوق المهبولة، سوق خيطان، سوق ما أعرف شوين، كيفهم يختارون الأرض اللي يبونها ويستثمرون فيها. لو كان أنا أروح أستثمر كذي، كل قوانين المذكورة في قوانين الكويت تطبق عليه. شوفوا أم المصايب،